تعرف على طريقة وكيفية تفعيل رفع الاستماع على تطبيقكم تليجرام، قم بالضغط هنا على تطبيق تليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات المحادثات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على رفع الاستماع. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل رفع الاستماع، وهكذا نكون قد نقلنا الأصوات إلى سماعات الأذن عن طريق رفع الهاتف. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.